الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. نظرة على أدوية المتممات النباتية، فوائدها ومخاطرها. الجزء الأول: كممرة أصبت بزكام أو بألم بطني أو التهاب مسالك بولية وتوالت عليك نصائح ممن حولك بشرب نقيع الوجبة الفلانية أو تلك، هل سألت نفسك عما إذا كان لهذه الأدوية العشبية آثار جانبية أو إذا كانت تتداخل مع أدوية أخرى موصوفة لك؟ سنحاول في مقال من جزئين تغطية عدد من المتممات النباتية وآثارها النافعة والضارة وأهمية مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل المباشرة بتناول هكذا أعشاب. التفاصيل في المقال التالي. لاستخدام المتممات العشبية تاريخ طويل يعود لآلاف السنين، ومن الأمثلة الهامة على هذا الاستخدام بعض الأدوية المستخلصة من النباتات كارازربين والمورفين والبنسلين والفينكا. تباع الآن المتممات العشبية والمستحضرات الطبيعية كالأوتوسي أي دون وصفة طبية، ولكن هذا لا يعني أنها آمنة تماماً، فرغم أنها تستخدم لتعزيز الصحة بشكل عام إلا أنها تفتقد لدراسات سريرية قوية تدعمها، وهي تباع بعدة أشكال، فمنها أوراق مجففة كالشاي أو مساحيق تباع على شكل محافظ أو مضغوطات أو محاليل. ومن الجديد ذكره أن حوالي 20% من الأمريكيين يتناولون بعض أنواع المتممات العشبية وغير العشبية. هل تشرع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على FDA استخدام المتممات العشبية؟ هذه المتممات ليست موضع مراجعة وتدقيق من قبل إدارة الغذاء والدواء، ومن الممكن أن يكون استخدامها خطيرا على الصحة، فرغم أن هذه المنتجات تمتلك لصقة تؤكد على أنها منتجة طبيعية إلا أنه لا بد من نشر الوعي لدى المستهلكين بأنها ليست آمنة بشكل تام، وأنه لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلاني لتأكد من عدم وجود تدخلات دوائية لهذه المنتجات مع الأدوية الموصوفة للمريض، حيث أنه في الغالب لا بد من وجود هكذا تدخلات. يشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء لا تفرض دراسات فعالية وأمان على الأدوية العشبية ومصنعيها كالتي تفرضها على الأدوية الموصوفة، ولكنها قد تحجز أو تسحب أي صنف ملوث أو تالف أو غير آمن من الأسواق عند التنبه لأي مشكلة. الأعشاب كلها طبيعية، فلماذا القلق من التدخلات الدوائية؟ على الرغم من أن المتممات العشبية تجمع من النباتات، إلا أن المكونات المؤثرة ضمنها تبقى مواد كيميائية فعالة، لذلك تمتلك المتممات العشبية تداخلات دوائية فيما بينها مع الطعام أو حتى مع الكحول. ولكن لسوء الحظ فإن هذه المتممات غير موسوبة بتحذير للأمان، لذلك فإنه من الصعب على المستهلك أن يعرف هذه التداخلات، حيث من الممكن لهذه الأعشاب أن تتدخل مع الأدوية الموصوفة على عدة مستويات. فقد تتدخل الأعشاب في مرحلة تفتت الدواء في الجسم، أو قد تعزز بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة للدواء. ومن المتممات العشبية المستخدمة بكثرة والجديرة بالذكر المتممات التالية: نبتة كهوشة سوداء، شجيرة تنمو في أمريكا الشمالية، غالبا ما تستخدم في اضطرابات سن اليأس كالهبات الساخنة والآلام الطمثية وتقلصات الرحم والتهاب المهبل، ولكن توجد مخاوف من أن هذه النبتة قد تكون سامة للكبد، وقد تزيد سمية الكبدية عند مشاركتها مع بعض العقاقير التي تصنف أيضا بأنها سامة كبديا كالأتروفاستاتين أو ما يعرف بالباراسيتامول والكحول. بالإضافة إلى أن بعض الأدوية التي تتفكك بواسطة الإنزيمات الكبدية قد تتراكم في الجسم وتسبب تسمم أيضا إذا ما تم استخدامها بالمشاركة مع هذه النبتة. التداخلات الدوائية لهذه النبتة عديدة ومعقدة، إذا ينصح بأخذ رأي الصيدلاني عند تناول الأدوية معها. مساعد الإنزيم كوينزيم كيوتن أو ما يعرف أيضا أوبيكيونون أو كوكيوتن
يوجد بشكل طبيعي في القلب والكلية والكبد والبنكرياس، إلى أن التقدم بالعمر والتدخين قد يستنفذ مخازنه الطبيعية. يعتقد بأن الكروكيوتين يساعد في علاج التليف القلبي الناتج عن بعض أدوية السرطان، وكذلك يستخدم في حالات سرطان الثدي واضطرابات اللثة والضمور العضلي. إن استخدام كوكيوتين مع العقاقير المضادة للتخثر كالوارفارين من المحتمل أن يقلل من آثارها، فتزداد بالتالي خطورة الإصابة بجلطة دموية. فإذا كنت تستخدم دواء مضاد للتخثر، راجع طبيبك قبل تناول الكوكيوتين. ففي الغالب يتم التأكد من فحوصات تخثر الدم بشكل متكرر إذا ما تمت هذه المشاركة، وقد ينصح بزيادة جرعة مضاد التخثر المستخدم. التوت البري. التوت البري فاكهة غنية بفيتامين سي. بعض الناس يتناولون عصير التوت البري ليساعدهم في الوقاية من انتناءات الجهاز البولي، وبرغم من أن المعلومات حوله متضاربة، إلى أن بعض الدراسات أظهرت بأن التوت البري يمكنه أن يقلل من تكرار انتناءات الجهاز البولي عند النساء الحوامل والمسنين، وكذلك عند المرضى المقيمين في المستشفى. ولكن حتى هذه الفاكهة البسيطة قد تسبب تداخلات دوائية، فتوت البري يزيد من تأثير مضادات التخثر كالوارفارين أي للإصابة بكدمات أو نزوف. فإذا كنت تتناول إحدى الأدوية المضادة للتخثر، راجع طبيبك قبل مباشرة بتناول كميات كبيرة من التوت البري أو عصيره. قد ينصح بالتأكد من قيمة اختبار الـ INR واختبارات تشرط الدم الأخرى بشكل أكثر تكراراً. القوقذية أو ما يعرف أيضا بالبربل كورنباور تستخدم لتحفيز الجهاز المناعي بجسم الإنسان، وغالبا ما يتم استخدامها في علاج الزكام. معظم التداخلات الدوائية لهذه النبتة طفيفة، حيث أنها قد تبطئ من استقلاب الكافيين في الجسم، مما يؤدي لآثار جانبية عديدة كالهياج والأرق والصداع، كما يمكن أن تؤثر في استقلاب الجسم العديد من الأدوية التي تتأثر بإنزيمات نظام CYP450 الكبدي، مما يؤدي بدوره إلى تداخلات معقدة قد تسبب تأثيرات جانبية غير مرغوبة أو أن تقلل من فعالية الدواء نفسه. لذلك ينصح دائما باستشارة الصيدلاني. زيت زهرة الربيع المسائية. تزود هذه النبتة الجسم بحموض دسمة تستخدم في النمو. يحتوي زيت زهرة الربيع المسائية على حمض جاما لينوليك أسيد الذي يقتل من تخاثر الدم ويزيد من احتمال حصول نزوف أو كدمات. لذا يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول زيت هذه النبتة في حال كنت تستخدم إحدى العقاقير المضادة للتخاثر. أن استخدام زيت زهرة الربيع المسائية قد يزيد من خطر الإصابة بنوبات صرعية في حال استخدام الأدوية المضادة للصرع. حشيشة القطة النارتين يستخدم لعلاج الأرق والقلق، وعلى الرغم من أن الأدلة حوله متضاربة، ألباتا جيرمانيس كوميشنين والتي تعتبر السلطة التي تقيم استخدام المنتجات العشبية في ألمانيا، أن النارتين يمتلك تأثيرا مهدئا خفيفا، وأن هناك ما يفوق 500 تداخل دوائي مع النارتين. إذا فإن تقصي التداخلات الدوائية هام جدا عند استخدام منتجات هذه العشبة. ينصح باستشارة الطبيب قبل مشاركة النارتين مع المرخيات العضلية، الأدوية المنومة أو المضادة للقلق، والأدوية المسكنة للألم، أو مضادات للاكتئاب، أو الأدوية الأخرى التي قد تسبب النعاس، لأن هذه الأدوية قد تزيد النعاس والدوار عند تناول نبتة النارتين. عشبة القديس يوحنا هي متمم عشبي معروف يستخدم بشكل واسع كمساعد في علاج أعراض الاكتئاب. التداخلات الدوائية لهذه العشبة عديدة وقد تكون خطيرة، لذا لابد من استشارة الطبيب قبل المباشرة بتناول هذه العشبة. لا تجمع بين عشبة القديس يوحنا والأدوية التالية: مثبطات إعادة قدس سيروتونين، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة،
مثبطات مونو أمين إكساديز إيفازودون وجميع ما سبق ذكره أدوية مضادة للإكتئاب، كذلك مشتقات تريبانز المستخدمة في علاج شقيقة، والدكستروميثوفان مشتق نافيون مثبط للسعال المركزي، وبعض أدوية الإيدز والعديد من الأدوية الأخرى. تأكد من مدى أمان استخدام علبة القديس يوحنا مع طبيبك أو الصيدلاني عند استخدامها بالمشاركة مع الأدوية الموصوفة لك أو أدوية الأوتوسي التي تتناولها، وكذلك الفيتامينات أو أي دواء عشبي آخر تستخدمه. البوميت المنشاري يستخدم استخدامه متعارف عليه في علاج فرط تنسج البروستات الحميد وتضخم غدة البروستات غير السرطاني. الأدلة تشير إلى أنه يمكن أن يكون فعالا في علاج فرط تنسج البروستات الحميد الخفيف إلى المتوسط، إلى أنه يجب تجنب استخدامه مع الأدوية المستخدمة لعلاج هذا المرض كالبنسترايد إلا إذا تمت إضافته إلى العلاج من قبل الطبيب. يستخدم أيضا في إبطاء تجمد الدم، لذلك قد يسبب نزوفا أو كدمات في حالة مشاركته مع الأدوية المانعة لتخدر الدم كالورفين. إن مشاركة هذه العشبة مع مانعات الحمل الفموية أو المركبات الاستروجينية قد يؤدي إلى تقليل فعالية هذا العلاج الهرموني، لذا من الضروري مراجعة الطبيب أو الصيدلاني لتقصي التدخلات الدوائية المحتملة. الميلاتونين هو هرمون طبيعي يساعد على تنظيم دورة النوم واليقظة، ويعتقد أن أقراصه تفيد في علاج الأرق واضطرابات النوم عند المسافرين في الرحلات الجوية الطويلة وعند المناوبين في الغابة. يسبب الميلاتونين النعاس، لذلك يجب تجنب استخدامه مع الكحول أو الأدوية المهدئة والمنومة. بعض مضادات الهيستامين مسكنة العالم الأفيونية والمرخيات العضلية أو مع بعض النباتات الأخرى قد تسبب النعاس كالكافة وعشبة القديس يوحنا. يمكن للميلاتونين أن يزيد من مستويات سكر الدم، لذا فهو يتداخل في تأثيره مع الأدوية المستخدمة في علاج السكري. وكما في العديد من المتممات العشبية، يمكن لتنمط الدم أن يؤثر في حال مشاركة الميلاتونين مع مضادات التخسر.